الكاراتيه رياضة صعبة جدا وفن من الفنون القتالية، وعلشان نجهز بطل بيبقى وراه مشاق وصعوبات كتيرة قوي بيكون معانا فيها الأم هي البطل الأساسي. والنهاردة معانا بطلة جديدة من بطلات برنامجنا البطولة أمهات. عرفينا بنفسك. شيماء، عندي ثلاث أولاد، نوران ويارا وحمزة. نوران بتلعب هاندبول، يارا بتلعب باليه، حمزة بيلعب كاراتيه. حابة تكلمينا عن إزاي بتوفقي الوقت ما بين الثلاث رياضات المختلفة عن بعضها دي ما بين أبنائك الثلاثة؟ هو بصراحة الثلاث أبناء كل واحد ليهم مواعيد تمارين مختلفة بأيام مختلفة، في اللي بيبقى عنده في نفس الوقت وفي اللي بيبقى عنده الصبح وفي اللي بيبقى عنده بالليل. بحاول على قد ما أقدر أزبط يومي وأزبط لهم مثلا أكلهم لو أنا في الشغل، لأن أنا كبت يومي بالأكل بطريقة أن أنا أروح الشغل. طبعا لو في بطولات بيبقى الموضوع صعب جدا، لأن طبعا ببقى محتاجة أن أنا أبقى معهم طول اليوم في البطولة، فساعات طبعا اوقات كتير باخد اجازات من شغلي. وطبعا في بطولات يعني مثلا الهاندبول البطوله بتاعته ساعات بتقعد 3 ايام واربع ايام بنبقى مسافرين في اسكندريه، وفي اوقات ممكن يبقى عندنا بطولتين في السنه ده في الهاندبول. اما الكاراتيه فبتبقى يوم واحد بتبقى مكانها استاد القاهره، وده طبعا اليوم دوت لازم اخده من اوله طبعا اجازه لان احنا بنبقى من بدري. وطبعا الحاجات دي كلها بتبقى مقسمه بولات يعني على حسب ما ابني بقى ميعاده يجي، يعني ممكن يبقى ميعاده 12 على بال ما يجي وقت هو دخوله للبساط اللي هو حمزه اللي بيلعب كاراتيه ممكن تبقى الساعه 2 3، فببقى محتاجه طول اليوم. طبعا بظبط الاكل، ليهم نظام معين في الاكل كل واحد، طبعا كل لعبه بتحتاج نظام اكل غير الثاني، لبس غير الثاني، مواعيد غير الثانيه، فهو الموضوع صعب بس انا حباه لان انا بحب الرياضه وبحب اشغل وقتهم بالرياضه. كلمينا عن اليوم الدراسي الصعب اللي بتواجهيه مع ثلاث رياضات، وازاي بتقدري توفقي ما بين ثلاث اعمار مختلفه. الاعمار اللي عندك هتعرفينا بيها قد ايه، وهتتكلمي معانا عن اليوم الدراسي بيمشي ازاي والصعوبه اللي بتقابليها فيه. والله انا عندي نوران 2006 عندها 13 سنه، يارا 2009 عندها 11 سنه، وحمزه اللي هو بطل الكاراتيه برضو عنده 10 سنين. فبيبقى كل واحد بقى بيجي من المدرسه اللي بيعمل الهوم ورك بتاعه. يارا بتلعب باليه فبيبقى في الويك اند فدي مريحاني شويه. اما بقى حمزه ونوران بيبقوا في نص الاسبوع، طبعا بيجوا من المدرسه اربعه بنبقى محتاج نذاكر ونعمل الاكل بسرعه يتغدى لانه طبعا بيبقى محتاج ياكل قبل التمرين بساعتين. ناكل وننزل، ساعات حمزه بيبدا الاول ساعات نوران بتبدا الاول، وساعات الاثنين في وقت واحد بفضل بقى هنا شويه اتابع وهنا شويه اتابع. وطبعا موضوع المذاكره ده بيبقى صعب علينا جدا بس بيخليهم يعني اكتف قوي في المذاكره، حابين يخلصوا حابين يروحوا تمارينهم حابين يعملوا كل حاجه في وقت صغير. كلمينا، حمزه خد بطولات مع النادي الاهلي ولا لسه بيتدرب؟ حمزه بقاله حوالي 3 سنه و3 شهور خد حزامين اخضر وحزامين اصفر وحزامين برتقاني وخد حزام ازرق واحد، ولعب السنه اللي فاتت بطوله القاهره الحمد لله وخد ميداليه ذهب مركز اول، ودي كانت اول بطوله ليه. طبعا كان بقاله 6 شهور بس بيلعب، وخد السنه دي لسه لاعبين بطوله منطقه القاهره امبارح، وكانت بطولة صعبة جدا لأن كل اللي معاه كانوا حزام بني وهو حزام أزرق فهو أقل منهم في الدرجة، فهم بيبقوا أقوى، هو نفس السن بس الحزام أكبر، فطبعا هم أقوى. بس المدرب بتاعه قال لي حمزة شاطر وإن شاء الله هيقدر، والحمد لله قدر وصفى على مركز تاني خد فضة الحمد لله. في معاناة وصعوبة كبيرة قوي بتقابليها وانتي بتجهزي لبطولة من البطولات سواء في الكاراتيه أو في بنوتك التانية اللي بتلعب هنا، فحابين نعرف منك ايه الصعوبات اللي بتقابليها وبتواجهيها ازاي وبتحليها ازاي؟ طبعا اكتر صعوبه بتقابلني ان هي صعوبه الهاندبول، لان هي بتبقى تحت ستريس جامد وتحت ضغط جامد، بتلعب 3 بطولات في السنه وفي بطولات ممتده وفي بطولات 3 ايام، في بطولات على مدى السنه بنلعب ماتش في اسبوع سواء دوري او منطقه. اما اللي هي البطولات اللي هي كاس مصر والحاجات دي بتبقى مجمعه، فطبعا بيبقى في ضغط 4 ايام هي بتبقى بايته مع الفريق. انا ببقى مسافره معاها بس هي ما بتبقاش بايته معايا، فببقى قلقانه عليها رغم ان طبعا يعني بيبقى معانا جهاز اداري وجهاز فني واخد باله كويس قوي من البنات الحمد لله بنبقى مطمنين جدا عليهم معاهم.
بس طبعا انا قلقانه، هي مش معايا، نفسي اكلمها مش بعرف اكلمها، عايزه اطمنها، بشاور لها بس في الوقت بتاع الماتشات اللي هو اطمني انت احسن، انت واصحابك بتكملوا بعض، انتوا مع بعض. اما حمزه بقى بالنسبه للكاراتيه هي بتبقى البطوله يوم واحد، حاليا احنا بنلعب البطوله يوم واحد بس. حمزه لما بديله الثقه بنفسه وبعدين بيلعب بيقول يا ماما انا بلعب عشان عايزه ابسطك، يعني عايزه ابقى بطل ونفسي ابقى بطل عالم واسافر، بس انا بلعب عشان عايزه ابسطك، انا بحبك وبلعب علشان خاطر انت تتبسطي. فبديله الثقه في نفسه، بديله ازاي ان هو بطل، بفكره بكلام الكباتن عليه وان هو ازاي حد شاطر وان هو ازاي خامه حلوه اللاعب الكاراتيه، وان هو حتى هو يعني بيلعب تحت قياده كابتن ماهر حمزه. بصراحه من اول او تاني تمرين شافه قال لي لو استمر هيبقى بطل عالم، والحمد لله دي شهاده كل الكباتن بتوعه والحمد لله. نتمنى نشوفه بطل عالم ويمثل اسم النادي الاهلي ان شاء الله. استاذه شيماء، يا ريت تقول لنا ايه اللي بتواجهيه مع حمزه واخواته في الوقت اللي بتقضيه بيهم في التمرينات بره البيت، البرد، الحر، المعاناه اللي بتعانيها، الاكل اللي بتجهزيه لهم، الترتيبات اللي بترتبيها بيكون شكلها ايه؟ طبعا في موضوع الاكل احنا ماشيين مع دكتور التغذيه، لان كل واحد ليه نظام اكل خاص، ليه نظام سعرات حراريه بيحتاجها تبع التمرين بتاعه. طبعا لازم بعد كل تمرين كل واحد محضره له البوكس بتاعه فيه البروتين، سواء لبن سواء اكل، ده لازم. لازم الخضار، لازم الفاكهه. طبعا في البرد بيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه كمان للهاندبول، لان احنا بنبقى بره في الهواء في السقعه في المطره، بس الحمد لله يعني كل العوامل سواء حر برد كده عملت منهم رجاله وعملت منهم ابطال، وده اللي متعودين منه من النادي الاهلي ان هو بيعمل كده في اولاده. ايه الرساله اللي تحبي توجهيها لكل ام تتمني تشوفيها بطله زيك وام الابطال؟ عايزه اقول لها الرياضه عايزه صبر، عايزه صمود، بس هي حاجه كويسه جدا لاولادنا في ظل طبعا عندنا مغريات كتيره جدا في المجتمع من تكنولوجيا ونت وحاجات كتيره، فالرياضه بتمنع عنهم حاجات كتير، بتخليهم تقابل طبعا اوساط كويسه بتبقي تحت عينك، فعايزاكي تصبري وعايزاكي تصمدي علشان هتشوفي ان شاء الله في الاخر نتاج حلو قوي لابطال كويسين انت اللي عملتيه او انت سبب فيه. شرفتينا وميرسي ليكي، ونتمنى دايما نشوف ولادك ابطال ودايما معانا، اهلا بيكي. شكرا لحضرتك وشكرا لقناه الاهلي وللنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال خليل، مدير قطاع الناشئين في جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. لعبه الكاراتيه من الالعاب القديمه قوي في مصر، او من اول الالعاب اللي نزلت في مصر في الدفاع عن النفس. واذا كنا قلنا على شرح كلمه كاراتيه فهي الدفاع بالايد الخاليه. ده بالنسبه للكاراتيه. الكاراتيه اول ما نزل مصر نزل سنه 73 74، وكان النادي الاهلي من اول الانديه اللي شاركت في الاتحاد المصري للكاراتيه وبدا فيها اللعبه سنه 74. اولياء الامور بالنسبه لنا والام بالذات هي العامل الاساسي في ان ابنها، او هي بتتواصل معانا في ازاي نمرن ابنها وازاي هي تقوم على تنفيذ التعليمات اللي احنا بنقول لها عليها اللي تناسب الولد، سواء في التغذيه او في النوم او في المواعيد. وكده الولد بيتعلم التزام سواء في الغذاء او سواء في المواعيد بتاعته، في التزامه بمواعيده واوقات الراحه بالنسبه له في البيت، بس بحس ان ده كله يكون التاثير الايجابي على ادائه في الملعب. حمزه كلاعب طبعا من الناشئين الجيدين، هو كان تحت 8 سنين في بطوله القاهره امبارح في بطوله 8 سنين، ودي كان اول تجربه بالنسبه له، حقق المركز الثاني تقريبا ميداليه فضيه، ودي اول تجربه بالنسبه له، فده يبقى مركز كويس بالنسبه له. لكن بالنسبه لنا كمرحله حمزه كلها، او مرحله البراعم اللي بدات بطوله الكاراتيه من يوم الاثنين 29/7 تنتهي في 3/8، النادي الاهلي محقق طبعا المركز الاول اتساع، والمراكز الاولى كلها في المراحل ما بين 5 سنوات وتسع سنوات. هي اهم النصائح بالنسبه للاعبين ان يكون خارج الملعب ما يمارسش العنف اللي احنا كنا بنعلمه، الدفاع عن النفس ما يمارسوش بره الملعب، يبقى جوه الملعب بس التزامه وفي المباريات، والتغذيه يتغذى كويس، وبنقوله على العناصر الغذائيه اللي يجب انها يتغذى عليها
عشان يستفيد بيها في الملعب، وبنقول على اوقات الراحه بالنسبه له عشان يتم التمثيل الغذائي بالنسبه له كويس. هو حمزه شاطر ومنتظم وما بيغيبش كتير عن التمرين ابدا، ومنتظم في تمرينه، ودي من ضمن النصائح اللي هو بينفذها بالنسبه لنا. والدته ملتزمه جدا في ان هو يحضر معانا، وبتلتزم بيه ان هو يحضر في مواعيده وبتاخده في مواعيده. والتواصل بيننا وبينها ان الولد اوقات الراحه بتاعته تبقى مظبوطه والتغذيه بتاعته تبقى مظبوطه. اهلا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي ده اولا ده مؤسسه، ده حياه طبعا. يعني مهما وصفت اي نادي تاني اكيد ما بيبذلش مجهود مع اللاعبين اللي عنده مثلا، او السباحين بالذات. انا هتكلم في السباحه بالذات لان انا عندي بنتي الكبيره مواليد 2000، عندها 19 سنه دلوقتي، فاحنا بقالنا كام سنه بنخوض الموضوع ده هون. بس يعني طبعا مش قادره اقول لك بقى بالنسبه لمواعيد السباحه بالذات، احنا لازم نكون في التمرين 5:15 الصبح، الفجر، الدنيا مطر، الدنيا ضباب، الدنيا تراب حر، ما فيش يعني التمارين لازم فيها التزام. بننزل من بيتنا مثلا 4:15 بالكتير الصبح. التزام المفروض طبعا في المواعيد وفي التمارين، ومفروض ان هم ما يغيبوش. مهما قلت لك بقى بالنسبه لشده الاعصاب كمان في البطولات طبعا النادي الاهلي ده ليه منافسين، النوادي كلها بيبقوا باصين على النادي الاهلي بالذات اللعيبه بتوعه هيعملوا ايه، فبيبقى طبعا تحدي. ومعانا الكباتن الكبار كلهم والجهاز كله بيبقى يعني بيزود الحماسه للسباحين، وبيقعد يبث فيهم روح المنافسه الكويسه طبعا، مش ان هم ياذوا في نوادي تانيه بتبقى عايزه تاذي اللاعبين التانيين عشان يكسبوا هم. بس بيبقى أنا كولية أمر طبعا المسؤولية عليا، أن أنا عشان هي في الدراسة، عدينا بمرحلة ثانوية عامة وهي بتنزل كل يوم التمرين الصبح عشان خاطر أن هي تحقق، هي قريبة وأرقامها كويسة وقريبة من الميداليات، فاللي هو برضو عشان إحنا ما قعدهاش حاجتين، أن أنا ما قعدهاش في البيت، فوقتها بيضيع في نوم وفرجة على التلفزيون وكلام من ده. فطبعا أن أنا أخليها حاجة تفيدها وتفيد جسمها دي منها حاجة، والحاجة التانية أن هي يعني كانت قريبة من الأرقام الكويسة وكده. فطبعا عشان أضبط لها من وهي صغيرة بقى، شوف المراحل كلها ابتدائي إعدادي ثانوي، عشان أضبط لها المواعيد بتاعة الدروس واتحايل على المدرسين، ولو في بطولة فيها امتحانات مثلا في وقت امتحانات أروح أتكلم مع المدرسة وأجيب جواب من النادي إن إحنا عايزين نأجل الامتحان، إن إحنا وتظبيط بقى الدروس كلها مع المدرسين. طبعا في مدرسين بيبقوا متفاهمين الموضوع ده وبيبقوا يقفوا معانا، وفي مدرسين ما بيرضوش، فاللي هو أنا بجري بيها بقى، بنخلص البطولة ونطير نجري على الدرس عشان تلحقوا. كل ده طبعا أنا عايزة أقول لك 95% على الأهالي. الأم، في أهالي بيكبروا دماغهم، العيال بتمارس رياضة، يعني اللي يهمهم يمارسوا رياضة، يفوتوا تمارين مش فارقة. طبعا كل ما كانت الأم حريصة أنا ببث فيها، ليه كنت كمان مواظبة، إن أنا ببث فيها روح الالتزام. لما تطلع ملتزمة في تمارينها تطلع ملتزمة في كل حاجة، ملتزمة في مواعيدها، ملتزمة في كل حاجة في حياتها. هي نفسها، هي دلوقتي بقى لها كام شهر بعد ما خلصت دخلت الجامعة مبطلة، بس أنا عندي إخواتها برضو لسه إخواتها صغيرين في مراحل تانية، هي نفسها بتقولي السباحة دي حياة. أنا اللي أعرفهم من الرياضة من السباحة اللي أنا لعبتها عددهم أكتر من اللي عرفتهم في حياتي من أيام الدراسة والكلام ده. فالرياضة دي حاجة أساسية جدا 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 بالنسبة لأي حد، بتفرق معاه في حياته وفي اسلوب حياته وفي كل حاجه. وطبعا ارجع اقول لك الركعه كباتن برضو اللي بيشجعوا الاولاد، هنا النادي برضو بيشجع الاولاد في كل حاجه. اما بيبقى في مثلا سباح عنده دروب في اي حاجه، بيجي لهم فتره بيبقى نفسيتهم مش عايزين يكملوا، بيبقوا زهقوا تعبوا، عايزين يعيشوا حياتهم زي بقية الاولاد مثلا، عايزين يخرجوا يتفسحوا. البنات بالنسبه للبنات عايزين يعملوا شعرهم، طبعا بيجي لهم فتره كده بيبقوا محتاجين بوش من وراهم من الاهالي من المدربين. صراحة النادي هنا طبعا يعني نو كومنت في الموضوع ده. هو طبعا هو مش اي ام تقدر بقى تظبط الحوارات دي، في امهات بيبقوا مش قادرين، ما عندهمش القدره، ظروف الواحد برده الشخصيه بتتحكم فيه. بيبقى انا ساعات ببقى تعبانه ما بقدرش اجيبها التمرين، بضطر غصب عني افوت. لو باباها ممكن ان هو برده يبقى معانا في الدنيا، يودي تمارين، يجيب تمارين على قد ما بيقدر. هي ابتدت لما كبرت شويه ابتدت اوصلها مثلا واقول لها حاولي انت ترجعي مع زمايلك او كده. البنات ما بيساعدوا بعض برده، بيروحوا مع بعض ويرجعوا مع بعض، دي بتفرق اكيد.
طبعا اكيد مش منها لوحدها ولا مني لوحدي، بيبقى برضو البيت الواحد بيضطر فيه ظروف بتخليه يوقف فتره، بس المجهود والمشوار اللي احنا مشيناه بعد شهور وسنين من التمارين بيصعب على الواحد ان هو يسيبها بسهوله، فبيبقى الواحد عايز يكمل بالذات لما يلاقي من ابنه ان هو يعني مشجعه معاه. الام لازم يكون ليها دور كبير جدا، ام مدرسه يعني، الام بتبقى هي بتعد فعلا، يعني زي ما قال امير الشعراء احمد شوقي الام مدرسه، هي فعلا مدرسه لان هي بتربي. هي الفكره كلها مش قائمه على الرعايه فقط، ان احنا نعمل الاكل ونحضر لهم التزاماتهم وننظم لهم حياتهم ونحطهم على ابجديات الحياه، او نخليهم قادرين على ان هم يعرفوا ازاي يعتمدوا على نفسهم، ازاي يعرفوا يتصرفوا في المواقف الصعبه، ولكن الرياضه جزء مهم جدا من حياتهم واللايف ستايل اللي احنا بنحاول نعودهم عليه. احنا حابين نخلق جيل اكثر وعيا واكثر احساسا بالمسؤوليه واكثر تحفيزا يعني، وده ما يبقى من خلال الرياضه، يعني الرياضه مينلي هي احد الاعمده في ان احنا نخلق ازاي جيل كويس وصحي. عايزين الجيل اللي احنا بنطلعه بيكون احسن مننا، فطبعا ده بيتطلب وقت وبيتطلب مجهود، بيتطلب صحيان بدري من بدري قوي، يعني ان احنا نصحى من بعد الفجر نقوم نرتب يومنا سواء كان عندنا مدرسه او في الاجازه. لازم نعودهم ازاي يكونوا ملتزمين في مواعيدهم، ازاي يكونوا قد المسؤوليه، ازاي يكونوا متعاونين ومشاركين لاصحابهم. التعاون طبعا ده شيء اساسي جدا، وعشان ننجح اي فريق او ننجح اي منظومه لازم يكون سواء في شغله، ده بيأثر على شغله، بيأثر على نفسه، بيأثر حتى على مذاكرته ودراسته، فهو كله عبارة عن يعني كل مجال في حياته بيبقى عبارة عن حلقة كلها متصلة ببعض عشان نكمل الحلقة الأكبر عشان نقدم جيل أحسن مننا. في الحقيقة أنا يعني أمهات كثيرة عارفة إن هي ممكن كمان أكتر مننا، أو يعني كل ما الإبن بيكبر كل ما بيكون فيه، مش بحب اللي بسميها إن أنا معاناة، لأن معاناة دي معناها إن أنا بعمل حاجة غصب عني، لكن أنا بسميها تحدي. هو بقى عندنا تحدي أكبر إن أنت إزاي تنظم وقتك، تنظم يومك، تنظم لأولادك حاجتهم، تنظم لهم يعني أمور حياتهم كلهم ما بين دروس وما بين مدارس وما بين مذاكرة وما بين تمرين، بيبقى صعب. هي الامور بتبقى صعب، بس انا شايفاه تحدي اكتر منه معاناه، لان يعني المعاناه دي كلمه تقيله قوي وكلمه صعبه وكلمه قاسيه يعني. لكن انت بتعمل، الواحد بيعمل حاجه بحب، بيعملها بيبقى قدامه امل. مش شرط كل لاعب رياضي يبقى بطل، ولكن كل لاعب رياضي لازم يكون جسمه رياضي، لازم بنحاول على قد ما نقدر ان يكون عندنا يعني جيل صحي. مش شرط يكون كلهم ابطال، ولكن بنخلق عندهم روح التحدي والبطوله والمنافسه، وروح ان انت ازاي تتقبل حتى الخساره وتتقبل الهزيمه عشان تبقى بالنسبه لك حافز، نخلق منها الحافز. اول حاجه الحمد لله عندي محمد، مواليد 2005 في فريق السباحه هنا في الاهلي، وعندي هانيا مواليد 2008، وادم مواليد 2012. هي الحمد لله مش معاناه يعني، هي اسمها هي رساله احنا بنأديها علشان ولادنا في الاخر يطلعوا اصحاء من كذا ناحيه، في الدراسه وفي صحتهم جسمانيا وكده. يعني هي ما اسمهاش معاناه، هي اسمها ان احنا في الاخر برضو بنفرح وبنشوف نتيجه تعبنا. فانا الحمد لله يعني كل بعد السنين اللي فاتت، يعني انا بقالي الحمد لله محمد عنده 14 سنه، من وهو عنده 4 سنين وانا بدات رساله الرياضه. لو رجع بيا الزمن هعملها وهعمل اكتر من كده كمان. يعني يمكن انا دلوقتي مثلا اللي بعمله مع ادم اللي هو الصغير مش زي اللي بعمله مع محمد، اكتر من اللي كنت بعمله مع محمد. يعني حاسه ان انا ممكن اكون كنت ممكن اعمل اكتر. بالعكس الرياضه فادتنا في حاجات كتيره جدا جدا، في كل شخصيه في ولادي بحس بوجودها، كل يوم في حياتنا بحس بوجودها رغم كل الصعوبات. كل الصعوبات اللي بنواجهها، احنا بنذاكر، بنرجع من المدرسه نتغدى هنا في النادي ونعمل الهوم ورك ونعمل كل حاجه في النادي لحد الساعه. انا عندي واحد في السباحه تمرينه 5 الفجر، بيخلص التمرين وبنروح على المدرسه، وبعد المدرسه برجع باخواته اللي عندهم جمباز وبنروح بالليل الساعه 11 بالليل. رغم كل ده فالحمد لله انا مش، بالعكس يعني انا لو رجع بيا الزمن لا لازم اعمل كده. فالحمد لله يعني هي معاناه، بس معاناه حلوه في الاخر بتشوفي نتيجتها مع اولادك. طبعا هو الموضوع مش سهل،
لكن اول حاجه طبعا توفيق ربنا وبرده باباهم الحمد لله. يعني احنا في تعاون والبيت اول حاجه لازم كله يكون متفق على ان الحياه فيها رياضه. طالما البيت متفق الحياه فيها رياضه فالحياه بتمشي. لو البيت بقى فيه مثلا طرف من الاطراف بيبقى متضايق من وجود الرياضه فده طبعا بيخلق المشكله، لان احنا حياتنا مش سهله، هي حياه مش سهله مبدئيا لازم نعرف كده. لكن في الاخر المحصله في الاخر كويسه الحمد لله. انا بشوف ولادي صحه كويسه، بنلعب رياضه بدل الاغراءات اللي في الحياه دلوقتي. يعني انا ابني عنده 14 سنه في سن صعب جدا، ايه اللي دلوقتي بديل لو هو ما بيلعبش رياضه؟ انت عارفه الاغراءات قد ايه دلوقتي. رغم وجود الرياضه برضو بنبص للاغراءات، النت والبلاي ستيشن وكل حاجه، فالحاجات دي كلها لو يعني هو مع وجود الرياضه وبندور عليها، ما بالك بقى لو الرياضه مش موجوده في حياتنا. طبعا ده وده انا بشوفه مثلا في ناس بتبطل، في مثلا اصحابه مبطلين رياضه، الاهل بتزهق، هو الموضوع مش سهل. ففي اهالي بتزهق ما بتقدرش عليه، لان طبعا ده بيخلق ان انت ما فيش مثلا تقدري تسافري ولا تقدري تروحي اي حته، ومرتبطه دايما بالتمرين عشان تحسسي الطفل كمان بالالتزام، لا انت عندك تمرين. كوني ان انا بوفق ازاي، اول حاجه الحمد لله مثلا انا ابني الكبير كبر الحمد لله، يعني مثلا ما بقعدش معاه في التمرين، فبجيبه الفجر، احنا بنوصله الفجر وهو بيروح لوحده، لان هو بدا ايه، احنا ساكنه قريبه من النادي. بعد الظهر بقى خلاص يعني عقبال ما يروحوا المدرسه بنبقى محضرين الغدا بتاعنا وكل حاجه، ومحضرين هنعمل ايه في المدرسه، واللي بيدخل بيجي معايا النادي عشان يذاكر، اللي مثلا عنده دروس بنروح الدروس، والحياه الحمد لله طبيعيه. بل على العكس انا بحس انها الحمد لله متنظمه اكتر من الناس اللي ما بتلعبش رياضه. يعني بالعكس انا بحس ان انا لا انا بخطط، انا بخطط انا هعمل ايه في يومي. لو انا الرياضه مش موجوده فانا بمشيها عادي فوضوي، لكن احنا عندنا رياضه، احنا مرتبين مواعيد الدروس كذا، انت عندك تمرين من الساعه كذا لكذا، بتخلص تمرين من الساعه كذا لكذا، لحد ما بننظم حتى ميعاد نومنا. واحد عندي بيصحى الفجر وفي ناس تانية بتروح الساعة 12 بالليل، اللي بيصحى الفجر ده لازم ليه ميعاد نومه ولازم يكون متعشي وكل حاجة. هو طبعا أنا بالنسبة لي كحالة فردية دون عن الناس اللي بتلعبوا جمباز، يعني هما اللي بيلعبوا جمباز ما عندهمش موضوع الفجر، هما بس بيجوا بالليل فبالنسبة لهم عادي بيصحوا على ميعاد المدرسة. احنا بقى الحمد لله يعني البيت عندنا 24 ساعة، ورغم كده الحمد لله في قمة سعادتي الحمد لله. بيحصل حالات مثلا اول حاجه بتحصل بتبان في السباحه مثلا، هو ما بيقولش زيه لان هو مبدئيا بيحب اللعب، فهو ما بيقولش زيه، بتبان ان هو بتبقى عنده ايام تكاسل، بيبقى متكاسل. وبرده انا بقول لك الاغراءات اللي في الحياه، مثلا في بلاي ستيشن، في حاجات من دي ممكن تبدا تشده. احنا بقى دورنا كبيت ازاي نرجعه للمود، لا احنا بنقنن الموضوع، عايز تلعب بلاي ستيشن اوكي ليك ساعه، بقيت الساعة مش موجودة. هو طالما أول حاجة حابب وكبر وفاهم إدراكه بيبدأ ممكن تجيله لحظات إنه يعطل، إنه ما يبقاش قادر يعوم، أوكي ممكن تريح، ممكن ناخد بريك يومين نخرج من الموت. لازم طبيعي إن ممكن أي حد يتعب، هو بني آدم، هو مش مكنة، من حقه إنه يتعب، من حقه إنه يزهق. إزاي أخرجه بس وإزاي أرجعه؟ دي بيبقى دورنا إن إحنا الحمد لله البيت 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 متفق ان دي حياتنا، حياتنا ما يخرجش منها الرياضه. طالما الاب والام متفقين ان ده مهم لابنهم فبتلاقيهم يعرفوا بسهوله يرجعوا، لان هم بيبقوا الاثنين جبهه معاه، احنا مش ضدك، احنا لما بنرجعك التمرين احنا ما بنكرهكش، احنا عايزينك تبقى احسن. نفس الفكره انا بنتي كذا مره، يعني هي كان جالها اصابه شديده جدا، كان جالها اصابه هنا في الجمباز خلع في الريست، دي خلتها تريح كتير علشان ترجع للملعب، كان الموضوع صعب جدا، لان هي كانت بدات خلاص جسمها يرتاح ويعني شبه ينسى الجمباز كتير. احنا السنه اللي فاتت كانت سنه ان هي مش بنفكر في اي شيء ولا في بطولات ولا اي شيء غير ان احنا نرجع لمود الجمباز، نرجع لمود الالتزام، نرجع لمود ازاي احنا هنبقى احسن. ويوم مع التاني مع المصابره مع لا هتبقي احسن بالراحه. الدنيا طبعا انا كنت بتجيلي ايام بزعل ان هي مثلا مش عايزه، وطبعا بزعل ان انا بعد كل تعب السنين بقول لك احنا بقالنا اكتر من 11 سنه، مش احيانا بتحسي ان كل اللي بتعمليه بيقع،
في لحظة. بصراحة في الفترة الأخيرة السنة اللي فاتت باباها وقف يعني معاها وشجعها وقال لها لا ما تخافيش وإن شاء الله هنكملي، وبالفعل الحمد لله دخلت والحمد لله ربنا أكرمها بسبب تعبها المرحلة بعد إصابة. الرجوع بعد إصابة بيبقى صعب جدا، بالذات لما بتبقى إصابة شديدة جدا بتخليكي تبعدي عن الملاعب، وبالنسبة لطفلة مش بالنسبة لواحدة كبيرة فاهمة ان انا عادي ابقى مصابة وارجع، واحد كبير عادي هيرجع مصاب عادي هقدر ارجع، لكن لما الطفل بيبقى راجع من اصابة كبيرة بيبقى مش فاهم ازاي هعرف ارجع. بس الحمد لله يعني ربنا اكرمنا والسنة دي احسن كتير كتير كتير، وربنا يقدرنا ان شاء الله كده والايام الجاية نقدر على خدمتهم لحد ما نأدي رسالتنا، دي رسالتنا في الحياة. انا اسمي حمزه تامر النادي ومامتي اسمها شيماء، وبحبها لان هي بتقف جنبي في البطولات وبتشجعني، وبحب كابتن احمد عاطف هو اللي علمني الكاراتيه. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، ونهينا الحلقه مع بطله من بطلات الامهات العظيمات، أمهات النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي، وانتظرونا في حلقة جديدة من البطولة أمهات.